طيب خلينا نتكلم عن مباراه الدوري الاولى تحديدا، احنا ما توفقناش فيها وبقى 1-0 وفرق خطوه، يعني مطالب اننا نكسب المباراتين الثانيه والثالثه، وده حاجه بتبقى صعبه او نادره الحدوث، يعني بيبقى انت بتبقى حظوظك اقل. بيبقى يعني حظوظك اقل. قلتوا لايه لبعض؟ يعني الماتش خلص ما توفقناش، خدنا بعضينا ورايحين في الاوتيل، ايه اللي حصل؟ ايه اللي تم؟ اول حاجه النادي الاداره كلها كانت بتدعمنا وكلها، يعني ما اعتقدش ان مثلا حد يبقى خسران ولا الاداره بتقول له. كابتن خالد كان موجود معانا وجمعنا كلنا، قال لنا انتوا هتكسبوا بكره وهتجيبوا البطوله، انا واثق فيكم وعارف ان انتوا قدها وهتعملوا كده. كابتن العمري كلمنا وكلم الجهاز الفني وقال له ان الفرقه هتكسب، وانا واثق في الجهاز الفني واثق في الفرقه ان هي هتقدر تجيب الدوري. والدور الاهم من كل ده كان دور نهله بصراحه معانا كلنا، هي افتكر انا عمري ما هنسى الكلمه اللي هي قالتها. ايه بقى؟ هو مش عادي جماعه، انا مش عايزه اقول لكم انه عادي، عشان هو عمره ما كان عادي ان احنا نخسر. انا مش بقول لكم زعلوا، بس في نفس الوقت بقول لكم ان ده مش عادي وان دي حاجه مش عاديه للنادي الاهلي ان احنا نخسر ماتش. كل واحده تراجع نفسها في اللي هي غلطت فيه، وكل واحده تراجع نفسها في اللي هي عملته النهارده. ومش بقول لكم لا يا جماعه خلاص ما نزعلش ونعوض بكره، واقول لكم لا خلاص عادي احنا قدامنا فرصه. لا، هو مش عادي اي حاجه، ومش عادي ان احنا نفرح ان احنا خسرنا، ومش عادي ان احنا نقول لا احنا قدامنا فرصه نعوض. هو اللي احنا العادي اللي احنا نعمله دلوقتي ان كل واحده تدخل اوضتها، وهنركز كويس قوي في ماتش بكره، وهنركز احنا عايزين نعمل ايه، ومش هنعمل اي حاجه غير ان احنا نركز ان احنا نكسب وبس. فبصراحه بجد انا عمري يعني ما انتوا حسبتوا نفسكم قبل ما الجهاز يتكلم معاكم خالص. انا نهله، انا عمري زي ما بقول لحضرتك عمري ما هنسى الجمله اللي هي قالتها، جماعه انتوا مفاكرين ان انا بجمعكم عشان اقول لكم لا عادي ولسه قدامنا فرصه. هو مش عادي خالص، وعمر ما كان في النادي الاهلي عادي ان احنا نخسر ماتش. فيمكن كلمتها دي اثرت فينا كلنا، وعرفنا فعلا ان لا، يعني اللي حصل ده مش عادي، وان العادي ان احنا نكسب. عشان كده نزلنا الماتشين اللي بعدها، لا هو ده العادي بتاعنا، عشان كده كسبنا. بس الحقيقه يعني ما هو ده الفريق البطل، يعني بيحاسب نفسه قبل ما اي حد يحاسبه، ودي الحقيقه الميزه اللي فيكم بامانه، وده اكتسبتوها يعني من خلال سنين.